قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أولا في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى علمنا وأخبرنا إنه إلياس من المرسلين من الرسل. قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه، يعني واعظا لقومه ومنذرا لقومه، ألا تتقون؟ لأن هذه كانت دعوة الرسل. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل قائمة على هذا الأساس. قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعده ربنا قال: وإلى عاد، يعني إلى قوم عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، أرسل لهم هود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل. فإلياس كغيره من رسل الله قال: يا قوم أفلا تتقون؟ وما هي مناسبة هذه الكلمة أفلا تتقون؟ مناسبتها نفهم من الآيات في سورة يونس. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. ده سؤال للمشركين، قال لي يا محمد سالم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، اللي بينزل الرزق من السماء منو؟ ده سؤال للمشركين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، الموية القاعدة في الأنهار وفي جوف الأرض واللي بتنزل من السحاب من السماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالح ما بتشرب، فلولا تشكرون. الموية دي بنزلها ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع ثمار نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، أرض ما فيها زراعة، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني بتخرج يوم القيامة. فالسؤال موجه لهم، ربنا قال لهم: قل من يرزقكم، اللي بيرزقكم منو؟ من السماء والأرض. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ده كله اللي بيعمله منو؟ والمشركون كانوا مقرين، مرام هم المشركين الزمان، مش زي ديل زمان ديلك، كانوا مقرين أن الذي يرزق هو الله، ده متأكدين منها، ما كان بيغلطوا فيها أصلا ولا بيناقشوا فيها، عارفين زي ما ربنا قال لهم: قل من نزل من السماء ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها فسيقولون الله. ربنا قال لهم كل من الأرض ومن فيها الواتضي والفوق لا كله بهائم زراعة قش كله بني آدم عمارات سيارات ماشية كل ده كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع الفوق منك السبع الطباق من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قال سيقولون لله قل أفلا تتقون. لاحظ الكلمة دي أنا بجيك لمعناه. قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قال له سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومعنى الآية يا مشركي قريش ما دام انتم مقرين انه اللي بينزل المويه من السماء الله واللي بينبت من الارض الله واللي بيجيب الارزاق ربنا اللي بيعمل ده كله ربنا ما دام مقرين افلا تتقون معناه افلا تفردوا هذا الذي اقررتم انه هو الرب الخالق المدبر ما تفردوا بالعبادة بتعبدوا معه أنداد ليه أفلا تتقون. أفردوا بالعبادة لأن ربنا سبحانه وتعالى تحدم. ربنا قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ليل بس نهار ماف من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. عليك الله أسدين بدل يضيعوا زمن الناس ده والفكي المعاو بتاعينه كلهم إنتوا مدام دايريننا نخلي الله ونقعد ننادي في الجيف بتاعينكم ديل المات والقاعد في الدنيا دي ما مات وكده دايريننا ننادي الفقراء إنتوا تعالوا أقبلوا التحدي ده. بس ربنا قال لك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا نهار بس ليل ماف أن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. تما دار ليل تنوم فيه ودار نهار تشتغل فيه. الله يقلب الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مظلمة يعني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ده سواه ربنا. انت الفكي بتاعك بيقدر اكان الله ظلمه الفكي بتاعني بولعه انت قلبك المظلم ده الفكي ما يقدر يفتحه لك انت ذاتك مظلم في رقبتك ما يقدر الفكي يفتح قلبك ده كويس. ربنا اداك تحدي انت قادر على التحدي ده. ربنا سبحانه وتعالى قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. الصمد عنده عمود؟ ما في. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي جبال رواسي شامخات جبال ها وجعلنا فيها فجاجا. الجبال ذات ربنا فتحها فجاج كف بهنا يمرق خش بهناك كويس. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم جعل فيها رواسي وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها يعني في الأرض من كل زوج كريم. الله قال لك هذا خلق الله ده سوا والله سما فوق وأرض تحت وفيها جبال وموية بتنزل ها ونبات بيطلع. الله قال لك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الفكاهة ده سوى شنو؟ خلقوا حاجة الأرض سووا فيها شيء ما سووا فيها ولا حاجة كويس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. في حاجة في الوطن دي سووها؟ في حاجة واحدة خالق الشيخ. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والله يا ربنا حليم، والله يا ربنا حليم، يخلي زي الدل يشرك به ليلا ونهارا وقاعدين ما ماتوا ما نزل فيهم صاقعة هرستهم. ربنا عشان كده قال لك إن الله كان حليما غفورا، ربنا حليم زي دل بيبرطعوا وربنا يمد لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. بعدين بلاقيكم لأنهم أسى مبسوطين. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ربنا بمد له ما أشى شغلانته، لكن بعدين حيقابلوا. ربنا قال بعدين قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كويس، نرجع لكلامنا الأول. إلياس عليه السلام قال لي قومه ألا تتقون أتدعون بعلا، بعل ده قالوا مرة وقالوا راجل يعني تنادوا لكم مرة وتخلوا الله، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني يا زعيطة والجماعة اللي معاه تخلوا الله اللي خلقكم وخلق السماوات والأرض تخلوا وتقعد تنادي لك في عبد ضعيف زيك مسكين، تذرون أحسن الخالقين وتنادي لك ميت ضيفة ما بيسمعك ذاته، ذول مدفون في قبر بيسمعك تاني. ربنا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ذول ميت اقعد ينده في واي يا ابويا الشيخ الحقنا واتمغى تلقاه. ما شفت في المقطع جايبين واحد بينادي في قبر وتحسونه زول تليع ده تقول بياكل مع العمي غليد قدر ده واقف يا وتحسونه. قال للناس ده جوك من بعيد، يعني شنو جا من بعيد؟ اديهم الصرف قال وده بنكم درمان الوطني وتحسونه عنده شنو ده اديهم؟ ناس مساكين مجتمع جاهل جاهل جهل عجيب يخلي ربه الخلقه ويقعد يباري له في قبور ويباري في دلاجين. عشان كده احنا دارنا نديك الحقيقه والخلاصه. والله تباري الجماعه ديل تلقى نفسك لما تموت بتعبد لك في قبر، ويومك تقابل ربك يوم القيامه تلقى ما عندك عمل صالح واحد. ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عنده حاجه. ربنا قال أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعملوا حسابكم يا صوفية واتقوا الله وارجع لربك عنده وسيب الفقراء والدلاجين الماسكين فين عشان تقابل الله عديل. السلام عليكم ورحمة الله.